ايوه صباح الخير يا حماتي. يا حبيبتي هبقى اعدي عليكي يا عمر بقى يا روحي، ها عشان اتاخرت على الشغل، معلش تعباكي معايا يا حبيبتي، معلش. طيب يا روحي مع السلامه. مش فاهمه هي بتتنطط عليا كده ليه، هي مش جدته تشيل معايا شويه؟ يلا يا حبايبي يلا عشان تفطري، سندوتشاتكوا اهي جاهزه، وانا هروح اغير هدومي بقى. ايه يا مامي ده؟ دول بس؟ دول ما يكفوش اكل سحليه. سحليه؟ صحيح يا مامي، السندوتشات قليله قوي كده ليه؟ انت لو مربيه فار هتعملي له اكل اكتر من كده. ماشي يا استاذ فار وانسه سحليه، من امتى؟ ده انا كل يوم بتحايل عليكوا تاخدوا سندوتشات اكتر، وانتوا لما بتردوش وبترجعوا لي بنصها. لا يا مامي، ما احنا اللي قررنا من دلوقتي ان احنا ناخد بالنا من صحتنا وناكل كويس، وانتي بقى بيزودي السندوتشات شويه، بالذات البسطرمه. بسطرمه؟ حاضر من عينيا، بس انا في حاجه في كلامكم كده مش مطمناني. لا يا مامي اطمني، ويا ريت تزودي المصروف شويه يعني. كمان المصروف؟ هو المصروف ما بقاش مكفيكوا زي السندوتشات؟ لا 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 لا، في ريحه كده مش مطمناني. لا، دي ريحه البسطرمه. والله ريحه البسطرمه؟ لا، في ريحه في كلامكم يا حدق. يا ماما يا حبيبتي، كل الاسعار غليت دلوقتي، شفتي كيس المارشميلو دلوقتي بقى بكام؟ الازمه الاقتصاديه اثرت على كيس المارشميلو. ازمه اقتصاديه للمارشميلو؟ يا مامي احنا علينا مسؤوليات كتير وانت اللي مش حاسه بينا. رحلات، كانتين، نادي، كلابولا. كلا ايه؟ قصدها كذا حاجه، كذا حاجه حلوه جميله. ماشي، كلوا وعقلي حلاوه بالحبتين بتوعكوا دول. حاضر، هزود المصروف. ايه؟ وكمان البسطرمه. ايه؟ تعيش ماما حلوه جميله. ايوه، كلوني بالحبتين بتوعكوا دول. ايه ده يا سولي؟ لا لا يا ماما ما تاخديش في بالك. طيب خدوا يا حبايبي اللانش بوكس زايد، يلا طريق السلامه. لا 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 يا ماما، محمد رسول الله، مع السلامه حبايبي. باي باي. التيشيرت ده بتاع سولي عادي يعني، ما في تيشيرتات كتيرة قوي شبه بعض. ايه ده؟ اللانش بوكس دي بتاعت الولاد. وانتي بقى بيزودي السندوتشات شوية، وبالذات البسطرمة. ايوه هي البسطرمة وهما اللانش بوكسز، يبقى انت الحرامي. يا ست انت عايزة ايه؟ في ايه اللي في ايه؟ جبت منين اللانش بوكسز دي؟ ايه اللانش بوكس ده؟ ايه هانش ده يا قليل الادب؟ جبت منين العلب اللي قدامك دي والبسطرمه؟ انت اوعى تنكر. بتعملي شرطه بقى ولا ايه؟ انا بقى هوريكي اذا كنت انا امين شرطه ولا لا. سيبيه حرام عليك، هو افترى؟ نعم حرام عليك يا علم يا مفتريه، انتوا ما بيكوش غير على الغلبان. تعبان. ايه في ايه يا ست انجي؟ هو في ايه اللي ايه يا مغاوري؟ مين ده؟ ده كلا بالا. كلا ايه؟ بالا؟ اللي هو ازاي يعني؟ عادي يعني، خلقه ربنا هو كده. وعمل ايه عشان ده كله؟ سرق حاجات ولادي. كمان بتتبلع على الغلبان ده منظر حرامي ده، اديه الله. يا سلام، صدق صح عندك حق، شكله مش حرامي خالص، ده شكله سمسار في البورصه. بس بعد ما اتضربت انا بقى مش هسيبك. فين الهانش بوكسز؟ قصدي اللانش بوكسز. استاذه من اجلي يا استاذه من اجلي. متشكره يا حبيبتي، مش عايزه. لا بدي واحده بس. والله مش عايزه خلاص بقى. لا يا حبيبي ما تلمعش، مش عايزه انضفها. بس انت وسخت العربيه بالفوطه اللي معاك دي، ما نظفتهاش. طيب مالكش دعوه بالعربيه، استنى اما اشوف لك فكه. كان معايا فكه هنا اهي، خد يا باب خد. طب وانا يا استاذ؟ مع بعض بقى يا حبيبتي، مع بعض. مش عايزه ياكلني معاه والله يا استاذه. انتي جعانه حبيبتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. معلش بقى معيش فكه. منك لله، ده يجي عليا العربيه الثانيه. ايه ده؟ انتي ازاي اتحولتي فجأة كده يا مامي؟ اتبرعوا لمساعدة أطفال الشوارع، اتبرعوا لكلابالا وأصحابه، هاتوا جزء من مصروفكم وادفعوه علشان الأطفال اللي زيكم يتعلموا زينا. أيوة يا جماعة، كل حد هيدفع اسمه هيتكتب، وعشان لما نحب نكبر المشروع ونعمل جمعية تبقى باسمنا كلنا. أنا ما عنديش فلوس بس عندي لبس كتير، ممكن أتبرع بيه؟ أي حاجة أنت مش محتاجها تقدر تتبرع بيها. أيوة، كله في ميزان حسناتك، اتبرع بالفلوس، اتبرع بالهدوم، اتبرع بالسندوتشات بتاعتك. أنا ممكن أخلي السواق بتاعنا يوصل لنا الحاجات في المكان اللي هم فيه. أنا عندي فكرة حلوة، إيه رأيكم أخلي بابي يساعدنا في المشروع ونكبر الجمعية؟ فكرة حلوة يا عسل.
يلا بقى يسولي عشان لو مدير شافنا هيقول لمامي وساعتها تبقى مشكله. ما يقول لها واحنا بنعمل حاجه وحشه، احنا بنعمل حاجه خير. بس مامي ما تعرفش، وساعتها لو عرفت هتبقى مشكله بجد. ايوه هي لو عرفت هتقول لنا الحاجات دي بتاعت كبار مش لسنكم. مع انها بتاعتنا احنا اكتر، الناس دي هي اللي هنعيش معاهم في يوم من الايام، ولازم يعرفوا ان مفيش اي فرق بيننا وبينهم. لنجيب حقهم لنعيش زيهم. لنجيب حقهم لنعيش.